هذا التقرير مشاهدينا ورقصة الوازع تحكي وتعبر عن السودان ويهودك السودان يعني هذه الالتحامات الجميلة من خلال المناسبات ووقوف الرجل والمرأة في صف واحد لتجاوز كل المحن وتجاوز كل العقبات. حنتواصل وفي هذه المرة حنذهب إلى تخوم كردفان الغرة ونتعرف على أسواق الماشية في كردفان والعمل على تنمية هذه الأسواق بصورة أكبر وأكثر إيجابية خصوصا في المرحلة المقبلة. دركاك من درانا نجبه المهيلين من حفانا سمحات الخيل كنجنجل انجايات. سوق المويلح بمدرمان يعد أحد أشهر أسواق الماشية بالسودان، يرتاده تجار الماشية وأصحابها من ولايات السودان كافة لعرض وشراء وبيع المواشي. يتمدد السوق على مساحة واسعة تغدر بحوالي 2000 فدان، ويبعد عن مدرمان حوالي 20 كيلومترا. ولعل السوق أخذ تسميته من طبيعة وخصائص الأرض التي أغيم عليها، فمنذ أكثر من 3 عقود من الزمان ما زال السوق يرفض العاصمة الخرطوم والولايات الغريبة بأجود المواشي التي تعتمد في غذائها على الحشائش الطبيعية بجانب مساهمته في دعم الاقتصاد السوداني. ويصنف السوق بأنه الأول للتجارة الداخلية وتجارة الصادر، وبالرغم من موسمية السوق إلا أن حركة المواشي فيه بحسب المسؤولين هناك تصل إلى أكثر من 15,000 راس. الأبغار تقطع إلى المويلح رحلة من دارفور وكردفان والولايات الأخرى تمتد لأكثر من 2 شهر، يقع فيها حافرها على الآخر، ويتواصل فيها المسير ليلا بنهار، ويقود المسير شخص يسمى بالخبير، يعلم من الطرق أقصرها وآمنها وأوفرها ماء وكلاء، ويدرك كيفية التعامل مع القطيع، ويطلع بمهام الإشراف عليها في رحلتها من الضعين ونيالا إلى دخولها السوق. وهنا في هذه الباحات الممتدة تستريح الأبغار فيها من وعثاء السفر، وتبدأ مرحلة جديدة تستعيد فيها بريغها الذي فقدته جراء الرحلة الطويلة، حيث يعكف أصحابها على علفها وتسمينها خلال 70 صباح، ومن ثم يتم إدخالها إلى السوق. آها أزال أجيك آه أي قروش دار أبيع عندين بزيادة يا أتقادك نجيك يا سيد الدائرة منك عليك اللي فتش البضاعة. في داخل السوق تتعالى صيحات التجار وتعلو كلما دنت عمليات البيع من الاكتمال، وفي أحايين أخرى يتخذ التجار مكانا قصيا لإكمال الشورى فيما بينهم قبل مواركة عملية البيع. الله يا عثمان عثمان النور الشريف. وكعادة الأسواق تجد فيها الظرفاء والشعراء، فبحثنا كثيرا عن أندرين أحد أبرز شعراء السوق، لكن تعذر الوصول إليه، إلا أننا وجدنا هذا الشيخ الذي يطلق عليه مجازا الفني والمشهور بغنائه في الأبقار وجمالها، يدللها أحيانا ويحرض التجار على شرائها. لباسة فتح اللباسة حرصة الحدود كاية أقع عمدر فيه كاية ومدر جنب الحنيك تنبع أقع كاية وملباسة هيني ملباسة كوجة كوجة تريج دي تريج وكوجة تريج أقع تريج هيني تريج ونجبه الدركاكة من درانا نجبه المعيمة ما يعرض بالسوق من مواشي بحسب المسؤولين بالسوق يغطي حاجة البلاد من اللحوم الحمراء، بجانب تغطيته لأكثر من 80% لطلبات الصادر، مما دفع بالسلطات إلى السعي لتحديث السوق بإقامة منشآت مساعدة من شأنها تسهيل انسياب حركة بيع وشراء الأبقار حية ومذبوحة. في السودان اشتهرت مناطق كثيرة بتربية الأبقار، وأخذت منها المواشي أسماؤها لتزعى بها الماشية في الأسواق، وأبرزها الأبقار الكنانية نسبة لمناطق كنانة، وأبقار نيال البحير والكباشية، وأخرى تأتي من خوربرنجا في دارفور، وكذلك أبقار الريح ذات القرون الواسعة
التي تسعاها قبائل أمبرر في ولاية النيل الأزرق بجانب المنجستو التي يتم استيرادها من أثيوبيا. حركة تجارية نشطة بسوق الموالح غربي درمان تمتد ما بين ولايات دارفور التي تعتبر الرافد الرئيسي للسوق بالمواشي